كاينه سفيان سي لو شوا لو بلو ديفيسيل. كان عندي بزاف لو شوا، كان عنده مشاكل مع لو كلوب ديالو في لونجيسترومون ديالو، دونك ما قدرش يلعب لي ماتش البطوله، لعب ماتش الكاس اوريدو، اليوم غيلعب ضد قطر القطري. كنتبعو كنهضر معاه ملي مشى ليه، واحد اللاعب اللي عنده الثقه ديالي، اللي كنامن بلي كاليتي ديالو وكنامن اللي يقدر يعاوننا في هاد لا كوب دافريك. باش ما نكذبش ونقدر قلت له ولا كنا 23 ما غاديش يجي، ولا كنا لا ليزيا 23 ما نقدرش ندير لو شوا اللي درت معاه. باركوم 27 واحد جوغ ديكسبيريونس يقدر يعاونني ورا في لا كوب دي موند ومور لا كوب دي موند ماتش ديال البرازيل اللي المستوى ديال سفيان مازال ما سالاتش. كنت نقدر نجيب رحيمي، كنت نقدر نجيب باطنا، كنت نقدر نجيب صلاح، كنت نقدر نجيب اخو ماش، كنت نقدر نجيب بزاف لاعبين في هذا البوست. من الحق اخترت سفيان، سي مون شوا، عندي الثقه اللي كبيره عليه وكنامن اللي غيرد لنا في الطيران. حكى يبان لي كيستاهل علاش شنو دار مع المغرب، لي ساكريفيس اللي دار قبل لا كوب دافريك اللي كان دار في الكاميرون، لا كوب دي موند اللي دار. فوالا دي فوا عندي واحد جوكر كنحطو غنحطو في سفيان.